يا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. الحقيقه ضيفنا قدر ان هو يحدث حاله كبيره على السوشيال ميديا من خلال فيديوهاته وصوره اللي اعاد بيها للاذهان الكوميديان الاشهر في السينما المصريه اسماعيل ياسين. هنعرف القصه من عمرو ياسر. عمرو طبعا معانا دلوقتي على الهواء مباشره عبر سكايب. هنعرف منه قصته ايه مع سمعه وازاي بدا يكون منتشر بالشكل ده، وهل يعني انتوا هتشوفوه هو مش شبه سمعه الحقيقه، بس بدا يكون شبهه ازاي، ده اللي هنعرفه منه بعد ما بنصبح عليه. اهلا بيك يا عمرو وصباح الفل. اهلا بحضرتك يا استاذ هشام، وصباح الخير عليك وصباح الخير على جميع المشاهدين. صباح الفل والورد وصباحك مصري. عايز اتكلم عليك وعلى سمعه، ايه القصه بتاعت سمعه، ازاي بقيت سمعه؟ والله يعني احكي لحضرتك القصه بدات من البدايه خالص ازاي. انا الحوار بدا معايا من حوالي سنه ونص تقريبا. كان انا طريق ابلكيشن التيك توك، كنت بقلب في الفيديوهات عالي يعني قبل ما ابدا اصلا، ما كانش اي حد قال لي ان انا شبهه، لان زي ما حضرتك شايف والمشاهدين ما فيش شبه دلوقتي، ما فيش شبه خالص الحقيقه بالظبط. فانا بس كان في قصه عشق كبيره الفنان اسماعيل ياسين من وانا صغير، يعني كنت اتفرج على كل افلامه من كتر ما انا مش بذاكره قد ما انا شفت شخصيته من كتر ما انا متابعه من زمان. فكنت بقلب على ابلكيشن تيك توك عالي، لقيت مونولوج نازل. جالي فضول، مش ان انا حد قال لي انت شبهه او كده، لكن جالي فضول ان انا اعمل فيديو عادي ان هو اوريه مثلا لاهلي واصحابي وكده. فدخلت عملت الفيديو، كان فيديو مدته 15 ثانيه. دخلت على الابلكيشن صورته، وطبعا كان في دماغي ان هو يوصل عادي لاهلي واصحابي وكده. لقيته جاب رياكتات عاليه جدا ومشاهدات عاليه، لقيت ناس كامل، وطبعا كنت عامله بلبس العادي يعني حتى ما عملتش بدله ولا يعني المونولوج طبيعي جدا مدته بسيطه. فردود الافعال طبعا عجبتني، لا انت شبهه وكمل، لا تجسيد الشخصيه جميل. انا مش متوقع اصلا ان يبقى في شبه، بس ردود الافعال يعني كانت مفاجاه ليا. فبدات من هنا قلت لا انا لازم ابدا بنظام مختلف، ابدا اعمل لبس مثلا، طبعا استغليت لبس بسيط من عندي جدا. مثلا بدله كانت موجوده بامكانيات بسيطه، حبيت اعمل حاجه بامكانيات ابسط خالص، بحيث اطلع حاجه من غير ما يبقى ايه فيها اصطناعه مثلا. طلعت كان بدله ومثلا توقع على شكل بيجونه. فبدات اعمل مونولوج، طبعا كنت بذاكر شخصيته قبلها يعني بالظبط. بس احنا بنعرض الصوره اهو يا عمرو دلوقتي، وابن حميد واكل معاك جامد، خلي بالك. طبعا ده اكتر شخصيه بحبها يعني شخصيه الفنان اسماعيل ياسين عملها. انت عملت كام شخصيه لاسماعيل ياسين؟ عملت يعتبر معظم افلامه، يعني اسماعيل ياسين مثلا في الجيش، اسماعيل ياسين في الفانوس السحري، وابن حميد، وكذا شخصيه يعني كاركترات مختلفة طبعا. بس ابن حميدو اكترهم قربا ليك طبعا. بالظبط عشان طبعا ستايل لبس مختلف مع الطاقية مع اللبس بتاع الصيادين، فده اكتر حاجة علقت مع الناس. في بعض الناس بتعتمد على مكياج معين، على طريقة لبس، على رياكشنات، انت واضح ان انت برضو خدت فكرة اللبس وفكرة الرياكشن او حتى بالزبط. حركات الوش اللي هو كان بيعملها ده اللي انت اعتمدت عليه بشكل كبير. بالظبط صحيح، ده طبعا كان بعيد عن الميك اب، يعني في ناس كانوا فكروا حتى يعني يشوفوني يقول لي انت مش شبهه خالص، ازاي قدرت توصل للمنظر دوت، فكروا ان انا عامل ميك اب او كده. هو كل الحكايه ان انا بدات اللي هو طبعا افكت ابيض واسود، بس من كتر ما انا اتفرجت عليه مش شرط بس نظام كاركتير، يعني المحتوى نفسه اللي انا بقدمه مش تقليد للفنان اسماعيل ياسين قد ما تجسيد شخصيته. مثلا تجاعيد وشه، البصه بتاعت رفعه الحاجب مع ضمه البق مع تغميضه العين، فبيطلع قدامهم شخصيه اسماعيل ياسين مع الايفكت طبعا، فالشكل بيبقى اقرب اكتر للفنان اسماعيل ياسين. طب عمرو قلت لي انت بدات على تيك توك وبعد كده عملت الفوتو سيشن. بالظبط صح كده؟ يعني انا قعدت اتصور مظبوط. هل انت وقفت عند المنطقه دي ولا لسه هتكمل بشكل تاني؟ نعم؟ وقفت عند المنطقه دي ولا هتكمل لسه بشكل تاني؟ لا طبعا، يعني في كذا سيناريو ان شاء الله ناوي اقدمه، يعني انا حاليا في ثالثه ثانوي، مستني اخلص باذن الله على خير يعني. وفي حاجه على المستوى الشخصي انا ناوي اعملها، يعني اعمل فيديوهات كسكتشات للفنان اسماعيل ياسين، مش فيديو طبعا 15 ثانيه، يعني هيبقى فيديو اطول من كده. يعني في كذا سيناريو رسمه مثلا رياكشن اسماعيل ياسين في 2020 او في المجتمع، في وضع المجتمع بطريقته، بطريقه ساخره لطيفه. ده عن طريق فيديوهات ولا عن طريق، انت قلت لي فيديوهات 15 ثانيه؟ عن طريق فيديوهات بالظبط، سكتشات كانت مثلا 3 دقائق حاجات زي كده. انما على المستوى مثلا السينمائي يعني ده اتمناه طبعا، وده شرف ليا كبير ان انا اعمل اجسد شخصيه. طبعا في الكومنتات تعليقات الناس كان بيقترحوا عليا انت لو عملت شخصيه للفنان اسماعيل ياسين جسدتها مثلا بدايه رحلته او اسماعيل ياسين وهو صغير، شخصيه لقصه حياته، فده طبعا اتمناه يعني ده على المستوى السينمائي، اتمنى طبعا حلم ليا كبير ان انا اجسد شخصيه فنان اسماعيل ياسين. يمكن يا عمرو في ناس كانت بتقلل من فكره او قيمه
التيك توك ومن المواقع اللي هي كان بيوجه ليها انتقادات كتيرة جدا. انت كشاب ممكن يكون ده شبهك، التيك توك شبهك، السوشيال ميديا شبهك، في ناس تانية او فئات عمرية تانية لا هو مش شايف ان الحاجات دي لها قيمة او لها مردود. انت اكيد بتعمل حاجة بتسعدك او بتفرحك، هل في قيمة تانية انت لقيتها من خلال وجودك على التطبيقات دي زي التيك توك او غيره؟ يعني هو انا طبعا ده الفضول اللي خلاني اعمل عن الابلكيشن تيك توك، لان كان في فعلا كومنتات سلبيه كتير عن الابلكيشن وعن المحتوى اللي بيتقدم عليه وكده، فانا حاولت اعمل فكره مختلفه طبعا عن الناس بيقدموها، بحيث اغير نظريه الناس عن سواء نظريه الابلكيشن نفسه او المحتوى عامه يعني. فبالفكره ديت ناس فعلا قالوا المحتوى بدا يعني تيك توك بقى اجمل، المحتوى بقى فيه فكره بجد غير حاجات تانية بقى بيعملوها من غير افكار وكده، فالحوار بقى الطف مع الناس يعني، وده طبعا خلاني اكمل. انت ليك توجهات فنيه يعني باذن الله كده لما تخلص ثانويه عامه، هل عايز تلتحق باي حاجه ليها علاقه بالفن، ولا دي بالنسبه لك يعني هوايه فقط ومش ممكن توصل لمرحله احتراف او يكون كاريرك فيما بعد؟ بالظبط، لا هي هوايه حقيقي يعني، بجانب طبعا وظيفتي المهنيه يعني ربنا يكتبه لي ان شاء الله، ناوي ان انا اكمل بعدها واكمل بقى في التقليد واكمل في يعني ده طبعا لسه ما فيش حاجه كملتها حرفيا لحد دلوقتي، لكن ناوي ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني لو حصل فعلا تعاقد لاي شخصيه لاي سيناريو معين للفنان اسماعيل ياسين بتمنى طبعا، لكن حاليا ما فيش. اهم حاجه بس ان الـ 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 الفكره اللطيفه دي ما تعطلكش عن دراستك، لان يعني الدراسه طبعا بتكون رقم واحد، بعد كده اي حاجه ممكن بيكون امرها سهل. انا اتبسطت جدا يا عمرو بوجودك معانا النهارده، وبتمنى لك طبعا كل التوفيق، وتحياتنا بقى لكل اهالينا في شبرا الخيمه. وانا بشكر حضرتك وسعيد اني كنت مع حضرتك النهارده، وبشكر كل فريق الاعداد، وطبعا بشكر صاحبي الفوتوغرافر الكبير عبد موسى، لان هو كان برضه ليه مجهود كبير وفضل كبير في السيشن، هو كان فنان مميز يعني، حتى لما عرض عليا الفكره انا عجبتني جدا، طبعا كانت فكره كان هو اللي اقترح عليا في البدايه، فالحوار عجبني وقلت اكمل فيه، فيعني بشكره وبشكر كل المتابعين واهلي واخواتي واصحابي اليوم، فضل طبعا بعد ربنا بدعمهم وتشجيعهم ليا ان اكون مع حضرتك النهارده. بشكرك جدا يا عمرو، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. عمرو ياسر الشهير بسمعة، اشكرك شكرا جزيلا.